إذا نتحول الآن مشاهدينا الكرام إلى الزميل بسام المدهون المتواجد اليوم في ساحات منتدى دبي للإعلام. نعم بسام المدهون سيورينا هذه الجولة التفقدية في أروقة منتدى الإعلام العربي، إليك بسام. بالفعل مستمرون في تغطيتنا للدورة 21 لمنتدى الإعلام العربي في هذه الدورة المميزة. بالفعل انتهت للتو جلسة رئيسية مهمة وناقشت واقع الإعلام وتأثير يعني هذا التقدم الهائل، خصوصا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي منصات. وبالتالي يسعدنا في هذه اللحظات أن نستضيف معنا رئيس منصة بلينكس الأستاذ نخلة الحاج للحديث، يعني لمن لم يحضر معنا اليوم هنا داخل جلبات واكتفى بالحضور عبر الشاشات. سأسألك نفس السؤال الذي رفعته الجلسة شعارا، كيف سيكون مستقبل الإعلام مع هذا التطور الهائل؟ من الصعب جدا يعني انه نتكهن بمستقبل الاعلام، ولكن علينا ان نكون يعني نحن هلا ببلينكس مثل معظم المحطات الرقميه او وسائل الاعلام الرقميه الاخرى نتابع انماط مشاهده الجمهور وتفاعل الجمهور لحظه بلحظه حتى نتمكن من التفاعل معها ونتمكن من تقديم الافضل والانسب للجمهور. فصعب جدا جدا التكهن بانه كيف راح يكون مستقبل الاعلام سنه 2030 او 2035، ولكن في اشياء نعرف انه حاصله 100% حاصله، انه في توجه عم بيصير ديجيتال 100%، وسائل الاعلام التقليديه اخيرا صارت مقتنعه بانه لازم تحط ريسورسز وموارد ماليه وبشريه وتقنيه اكثر على موضوع الديجيتال، صارت تشعر انه لازم تنتقل الى ستوري تيلينج بدل من الاخبار مثلا، صار في من بالتاكيد انه راح يكون في استخدام اكثر للذكاء الاصطناعي. نحن ببلينكس بدأنا باستخدام الذكاء الاصطناعي بالإنتاج، في عنا برنامج على بلينكس اسمه أسلافنا، هو عن علماء العرب القدماء وكله تقريبا منتج الجرافيكس تبعه والفيديو تبعه بالذكاء الصناعي. من الصعب مثل ما قلت لك انه نقول كيف راح يكون الإعلام، انه we are on the right track، نحن على الطريق الصحيح. وهيدا الملتقى دبي ميديا فورم سوري عرب ميديا فورم وفر فرصة لنا كلنا أنه نتفاعل مع بعض، نعرف هموم بعض، نكتشف مفاهيم جديدة مع بعض. هل يعني من الصعب بالفعل اليوم ان انك يعني ان تعيد صياغه ما تركه التلفزيون من ارث كبير والانطلاق من مرحله جديده تواكب الشباب تخاطبهم، هل هذا صعب؟ صراحه هي اكثر تجربه ممتعه بحياتي كانت هذا التحول من التلفزيون الى الاعلام الرقمي، والتحول من انه انت تخاطب الناس كاديتر كرئيس تحرير او كمدير اخبار او رئيس محطه، تخاطب الناس انه انا عندي السلطه وانتم عليكم تسمعوا، الى انه لا انتم شو حابين تاخذوا، شو الاشياء اللي ناقصتكم، شو الاشياء اللي مهتمين فيها اكثر. فتجربه ممتعه جدا جدا، وانا بعترف انه قبل سنتين تقريبا في اشياء كثير بالاعلام ما كنت اعرفها، وممتن جدا لهالفرصه يلي اعطيت لي من اجل انه اتحول افهم العالم افهم الاعلام اكثر من الاول بكثير. يعني بالتاكيد احنا سعداء جدا بتواجدك معنا من خلال هذه التغطيه الخاصه لفعاليات واعمال منتدى الاعلام العربي، شكرا جزيلا لك رئيس منصه بلينكس الاستاذ نخله الحاج. يعني بالتاكيد زملائي نواكب في كل لحظه كل جديد في هذا المنتدى الذي يضم يعني بين جنباته الكثير من الجلسات وورش العمل وتواجد كثير من الاعلاميين. هذا العام بالفعل كان مختلفا من حيث تواجد الحضور من عدد المشاركين، وبالتالي يعني نحن امام زخم جديد يحاول ترسيخه وتثبيته هذا المنتدى الاهم عربيا بالفعل. عوده اليكم الى الاستوديو. نعم شكرا بسام مدهون على هذه الجوله وعلى هذه المقابله. شبكه مراسلي دبي للاعلام متواجده في منتدى الاعلام العربي في هذه الدوره بتغطيه استثنائيه لتسليط الضوء على ابرز المواضيع صحيح. التي يتناولها المنتدى في هذه الدوره وهو الذكاء الاصطناعي، الاعلام الجديد، ومواضيع تهم الساحه العربيه والخليجيه والعالم.